اللاتي نبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعلى الكرام واصحاب العظام بسم الله الرحمن الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومعلمينا ومشائخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح المرحوم وسري عزيزه بنت حمدي شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وهو غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وهو غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. أفضل ما يقول العبد أنه لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكي عليها ولينا مطلين إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونؤديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا لروح المرحومة والسريعة زهب بحمدي وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالهم أمة جميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ألا تعذب هذه المرحومة اللهم إنا نسألك ألا تعذب هذه المرحومة اللهم إنا نسألك ألا تعذب هذه المرحومة وادخلنا وإيانا في الجنة واجعلها وإيانا من أهل الجنة ولا تجعلنا وإيانا من أهل النار يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرها كفرة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفران النيران يا رب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin wa hamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا ولقاءنا في هذه في هذا اللقاء وادلتنا من القرآن الكريم وتلقيننا ورجاءنا لهذه المرقومة وانسر عزب لحملي إنك السميع العليم وانتم علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم دعوانا في أسفار الله وتحيتنا فيها سلام دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.